حزن لما الناس يعني بيحصل لها أي حاجة لا قدر الله، وبالذات لو حالة وفاة، لو ابنة بتموت، لو ابن، لو زوج، لو أخ، لو حبيب. الحقيقة إنه الموضوع يعني بيبقى قاسي جدا على الشخص اللي مكلوم في وفاة عزيز عليه. المشكلة إنه الناس ممكن تزايد عليه وممكن تضغط عليه وهو بيعبر عن حزنه. هل التعبير عن الحزن ده بيتعاملوا معاه على إنه قلة رضا وقلة إيمان، في حين إن هم لو اتحطوا مكانه ممكن يعملوا أكتر من كده؟ فبنلاقي يعني أنا بشوف يعني الستات أو أي واحدة بتواجه كلام والله ملوه لازمة خالص. خليكي مؤمنة، خليك الست بتعيط، طيب تعمل ايه؟ هتبقى جبلة يعني، ابنها هيموت ومش هتعيط؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني فكرة إنه الحزن ده شيء أصيل في الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص خلانا بنضحك وبنعيط وبنحزن وكده. ففكرة المزايدة على انه الحزين ده مش راضي بقضاء الله، دي فكرة لازم نلغيها تماما من تفكيرنا. وازاي نتعامل مع الست الحزينة المكلومة، وازاي ناخد بايديها بالراحة من غير ما نضغط عليها، او من غير ما بنتك بتتعذب بسبب عياطك. ليه يا جماعه؟ يعني هي هتتعذب ليه لو امها بتعيط عليها؟ ما هي لازم هتعيط. فضيله الشيخ اشرف الفيل، ازاي حضرتك معانا؟ وازاي حضرتك، واهلا بحضرتك معانا. وانا عايزه، لان احنا يوميا في موت وفي ولاده، خلاص يعني ده لغايه اما الدنيا القيامه هتقوم هنعيش في ده طول العمر. ساعات يجي يقول لك ايه، ربنا يجعلها اخر الاحزان، دي كلمه دباجه لكن ملهاش اصل ولا ليها صحه، لانه هتفضل يعني سنه الدنيا يعني. فاحنا ازاي نتعامل مع الموت وازاي نتعامل مع الحزن؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين، وبعد. هناك حديث للنبي عليه الصلاه والسلام يقول فيه: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث غاية في الأهمية، ينبغي علينا أن نتعلم المراد منه. المراد منه أن الإنسان لا بد وأن يبني في قلبه مزيدا من الإيمان، لأن هذا الإيمان الذي يبنيه الإنسان في وقت الرخاء هو الذي سينفعه ساعة الشدة. فالإنسان لما بيجي يصدم بموت عزيز عليه أو غال عليه ولم يكن هذا في حسبانه، وكلنا ما بيبقاش في حسباننا كده ساعات، يعني اللي بيمرض قدامك وبيعيا وكذا وبيروح المستشفى ويجي، خلاص انت عارف ان ده بيمهد لك الموقف، لكن احيانا ياتي موته الفجأة. صحيح. انك حد فجأة كده سقط مرة واحدة من غير اي تفاصيل. فهنا في الحالة دي الدرجة الإيمانية اللي موجودة عند قلب الإنسان بتفيد الإنسان في إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت البلاء أو بيبعت المصيبة بيبعت معاها مقومات تساعد الشخص على هذا، فبيبعت جزء من السكينة، جزء من الرحمة، يروح بعته لقلب الإنسان، فالقلب الممتلئ بنور يشع نور، خلاص بقى، فالإنسان يتماسك ويترابط وبيكون كويس وبيقدر يعدي هذه الأزمة، لأن أصل الصبر مش بعد الموت بسنتين ثلاثة، أصل الصبر عند أول نزول المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي عند قبر من هوضحها لحضرتك، فبقول لها اتقي الله واصبري، قالت له إياك عني ولم تعرف. لما قالوا لها ده النبي، راحت له البيت فدخلت عليه، قالت له أنا ما أعرفكش يا رسول الله. قال إنما الصبر، لم يعاتبها إن قالت له ما أعرفكش وأنت مين وفين، ما فيش كلام ده، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عند أول نزول المصيبة، ده الصبر الحقيقي. ده ما بيحصلش. لا بيحصل. ليه ما بيحصلش؟ لا يعني ام تكتشف ان بنتها ماتت فجاه، تعمل ايه؟ بتصوت عادي، تصوت خلاص، عبرت عما في داخلها. ايوه، طب ما ده طب ما هي بتصوت. هذا في ناس بتقول لها الصويت ده مش صبر عند الصدمه الاولى. لا بس خلينا ناخد الموضوع، يعني انسان خرج عن نطاقه او خرج عن هو الاصل، الانسان ما يعملش كده، لكن قد يكون الشخص نفسه مشخص، بس حاله الايمانيه بتاعت الشخص عندما قوبل بهذا الخبر كانت ضعيفه. لا يعني هو، طب انا هقول لحضرتك حاجه، يعني الحاله الايمانيه ليه تبقى ضعيفه؟ يعني ممكن تبقى مصليه وعارفه ربنا وكل حاجه، بس بنتها حبيبتها حته منها ماتت.
طب يعني مثلاً. يعني ايه الحاله الايمانيه ضعيفه بس مش عارفه هي فبتتخض يعني ايه علاقه، انا برضو بسال يعني، يعني ممكن لوهله بتتخض على بنتها، ده احنا والعيال صاحيه ولو وقع ولا حاجه يعني مش بتربط ده بالايمان، انه الام قلبها بيتخلع على ابنها بس. لا خليني اوضح لك النقطه دي، يعني ايه برضو ايمان في لحظه ايمان ضعيفه، وهل لحظة الإيمان الضعيفة ده عيب في الشخص ولا ليس عيب؟ لا الإيمان بيزيد وينقص عادي. بالظبط كده، لأن أنا عندي إيمان، إيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء، وإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة، وإيمان يزيد وينقص، وهذه طبيعة البشر جميعا كلنا كده. أنا ممكن يجيني خبر في لحظة في حالة إيمانية ضعيفة، خلاص هنفعل، هيبقى في رد فعل قد لا يكون متوقع والمفروض إن ما يبقاش ده حصل. خليني يعني ادي حضرتك التصور العام للموقف. فعادي ممكن انسان يجي له خبر مثلا وفاه ابنه وفاه بنته، ابنه عمل حادثه، بنته عملت حادثه كذا، ممكن يتصرف الانسان في هذا التوقيت تصرف قد لا يكون لائقا بالمره. لحظه التصرف اللي قد لا يكون لائقا نتيجه رد فعل معين هو عمله، هذا لا يسال عنه الانسان لانه خارج اراده الشخص. زي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو انما الصبر عند الصدمه الاولى، ده برضو يخوف. ما انا هقول لحضرتك، ما هو احنا دلوقتي حصل موقف، واحده جالها خبر راحت صوتت ولا عملت ولا سوى الناس، هي خرجت كده من الاطار بتاع لا 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 لسه، لا مش عايز اقول ان خرجت، عايز اقول لسه الناس هتقف معاها وتثبتها وتصبرها وتكلمها وتعملها. هنا بقى من يتصبر يصبره الله، هنا بقى قبلت خلاص، فاقت، قبلت، سمعت الكلام، اتاثرت. هنا الوعظ مهم في اللحظه دي، هنا الوقوف جاب، بس الواعظ لازم يكون برضو عنده علم بالمساله، مش يروح يقول لها لا بنتك، ما تجلس بنتك ولا ابنك، ما نقولهاش بقى بنتك بتتعذب، لا لا انت كده بتعذبيها، انت كده فطبعا كل ده لا، يعني احنا نقول لها لابد قسوه على الست. لا لا نقول لها لا لابد ان نصبر، هي دي ساعه الصبر، نذكرها هي دي ساعه الصبر، هو ده وقت الصبر، هو ده وقت التحمل، هو ده وقت الرضا، عشان تثابي، عشان تاخدي الاجر من الله سبحانه وتعالى. احذري انك تكلمي كلام ممكن يعني خليكي، بس اهدي كده وربنا هيبعت الهدايه وربنا هيبعت الصبر. دايما نقول الكلام ده اللي هو بيثبت وبيصبر، انا ماليش علاقه باللي مات، خلاص انتهت قصته، اللي مات هو مسؤول عما فعل لكن مش مسؤول عن افعال الاخرين. لازم ابقى مركز في الحكايه دي كلها، ما نقعدش نقول او نالف في اي كلام. وبعدين لما يكون واحده عندها انفعال في بادئ امر، ما ينفعش انا اكتم الانفعال ده، ادي الانفعال يعدي وبعدين اقعد هدي الموقف. يعني ده اللي انا عايز اقوله، يعني المشاعر لازم تخرج، لازم، ما اقدرش اكتمها، لازم يعني. النبي عليه الصلاه والسلام لما بكى، لما بكى هو النبي بقى، وكانوا فاكرينه بقى ايه ده النبي، لا مش هينفع حتى يعيط على ابنه. فلما قال ايه، قالوا له يا رسول الله ايه ده انت بتعيط؟ كان النبي زي ما احنا نقول لواحد ايه انت بتصوتي؟ حضرتك فاهم القصه؟ يعني ما ده النبي عندهم حاجه جامده جدا، فبيقول له ايه ده انت بتعيط؟ ايه ده، ما هذا يا رسول الله؟ ايه الدموع دي؟ قال هذه رحمه، الله، هذه رحمه يجعلها الله في قلوب عباده الرحماء. الله.